وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أحلام سلام، عضوة هيئة التحرير بوكالة الأنباء اليمنية السبعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة أحلام، يعني قرارات أصدرها مكتب ما يسمى بمكتب الإعلام هناك في العاصمة المؤقتة عدن، منها يعني عدم التراخيص لوسائل الإعلام وما إلى ذلك، والسرعة إلى لوسائل الإعلام للتراخيص، ثم تبع ذلك اقتحام وكالة الأنباء اليمنية السبأ، ثم صحيفة الثورة. كيف تنظرين إلى هذه الإجراءات التي يقوم بها المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، وما تأثيرها أيضا على المجلس نفسه؟ بالنسبة للقرارات التي اتخذت من مكتب الإعلام في محافظة عدن نعم، تعتبر باطلة وغير صحيحة نتيجة لقانون وزارة الإعلام. في بوزارة الإعلام إدارة عامة للمصنفات والإعلام الخارجي، من شأنه أن تصدر التصاريح وأن تراقب العمل الصحفي وأن تلغي أي صحيفة وتسمح لأي صحيفة. هذا العمل لا يخول أبدا مدير مكتب الإعلام في محافظة عدن، شأنه فقط ترتيب الندوات، الدورات التدريبية للإعلاميين، التصريحات للمحافظ، القيام بإعداد تقارير وتوزيعها على الإعلاميين، المهم بكل ما يهم المحافظة من إنجازات. نعم فهذا هو دورهم فقط نعم طيب وليس أستاذ أحلام، دورهم. السؤال هو هنا، لماذا يقوم المجلس الانتقالي بتقويض أقول عمل لك حاجة، المؤسسات الحكومية وتقويض أيوة الحريات الصحفية، ولمصلحة من ذلك؟ بقول لك لماذا. إذا قلنا لماذا بنعود إلى القرار الأخير الذي هو اقتحام المجلس الانتقالي الجنوبي وكالة الأنباء اليمنية السبأ في عدن. ليش؟ يعد طبعا هذا عملا غير مسؤولا وذو أبعاد خطيرة تؤدي لإفشال اتفاقية الرياض والجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية في حل الأزمة اليمنية الرامية إلى تفعيل مؤسسة الدولة وتوحيد الصف نحو تطهير اليمن من الانقلابيين ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. هذا هو شق من الجواب. طبعا أني أستغرب كيف يدور الانتقالي على افتعال هذه المشاكل وشق الصف في حين أنه وافق أن يكون شريك. يعني أني أستغرب من هذول الانتقاليين، لازم يعرفون إيش معنى الشريك، شريك في بناء الدولة لا الهدم، ووقع اتفاقية الرياض والتزم بالتنفيذ، وبموجبها الحكومة الشرعية تنازلت على عدة أشياء ومن أجل الخروج من عنق الزجاجة، ومنها تقديم الشق السياسي على العسكري، والذي كنا كلنا رافضين تماما أن يقدم السياسي لأننا كنا عارفين النتائج مسبقا التي وصلنا إليها اليوم. نعم والذي بدوره تشكلت حكومة المنافقة. نعم طيب وكان أستاذ، الانتقالي حصة الأسد في ذلك بما في محافظة عدن. أيوة نعم نعم أنت يعني كصحفية وأيضا من بنات صحة الكلمة في عدن، ما هي خطورة مثل هذه الإجراءات، ولماذا كل هذا التصعيد، وأيضا هل يعني كيف تقيسين الأمور لديك هناك في عدن؟ يعني معظم ال 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 الأبعاد ال واضحة، نعم الأبعاد واضحة، هي إفشال عمل الحكومة. في اتفاق بعد المناصفة أن الحكومة تنزل عدن وتدير الوزارة من عدن تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية إلى عدن، لكن بأعمال الانتقال بهذه الحركات دائما ما يستفزهم الشرعية، دائما ما يستفزهم الاتفاقيات التي يبرموها، دائما يقوم بأعمال مغايرة لما يتحدثون عنها ولما يتوقعونها. نعم. وهذا طبعا ليس المرة الأولى. نعم. لا ننسى أن في 2000 وفي 2019 سبق وأن اقتحم الأرض الانتقالي الوكالة وطرد الصحفيين والعاملين من عمل مزاولة أعمالهم وإلى الآن. طبعا هذا يعتبر، هذا كل الأشياء التي تقوم بها الانتقالي تعتبر خرق قانوني وسياسي لبنود اتفاقية الرياض. إذا كانوا شركاء لماذا لا يحترمون مبادئ الاتفاقيات والتقاسم بالسلطة؟ فما الفرق بينهم وبين ميليشيا الحوثيين الانقلابيين؟ الميليشيا الانقلابية الحوثية قبل عامين أحرقت أرشيف الوكالة في صنعاء، وهم الآن يتعدوا على خصوصيات وعموميات الدولة. نعم، طيب دعني أقف معك عند سؤال محدد. الآن حاليا كيف تنظرين إلى حرية الصحافة والصحفيين وممارسة أعمالهم الصحفية في العاصمة المؤقتة عدن في ظل كل هذه الإجراءات؟
كصحفية لا كيف توجد، لا توجد حرية للصحفيين، لا توجد حرية للصحفيين إطلاقا، بدليل ذلك مطاردتهم، ضدهم في السجون، محاربتهم محاربتهم في عيشهم، في رزقهم، يعني قطع الرواتب، تهديم البنية التحتية، لا كهرباء، لا مي، لا. تخيل يا أخي، أنا من المتابعات، طبعا أنا من بلد عدن أصلا، من المتابعات، الكيلو سمك الديرك ب10,000، إذا كان الصحفي ما عندهش راتب فكيف بيكتب، كيف بيبدع، كيف بنقيم الحركة الإعلامية؟ أنا هنا أناشد المجلس الانتقالي أن يرجع إلى عقله ويعود خطواتهم، نعم، ويهتم في إعادة تحسين أوضاع الإعلاميين. طيب بهذه المناشدة أستاذ أحلام، هل تعتقدين أنه هناك من يرفض ذلك داخل المجلس الانتقالي نفسه؟ يعني هل هناك أصوات رافضة لهذه الإجراءات؟ والله أعتقد أن المجلس الانتقالي مسير وليس مخير، والدليل على ذلك قراراته العشوائية والمتخبطة. نعم، إذن مسير وليس مخير بهذه الكلمة. نختتم معك هذا اللقاء أستاذ أحلام سلام، عضوة هيئة التحرير بوكالة الأنباء اليمنية 7. شكرا جزيلا لك.